مشاهدينا الكرام، أهلا بحضراتكم في لقاء متجدد على شاشة النيل الأخبار وحلقة جديدة من فقه الحياة. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. صدق الله العظيم. حب الله هو أعظم غاية يسعى إليها العبد المؤمن، فهو إذا ما تحققت له هذه المحبة فاز في الدارين، فاز في الدنيا وفي الآخرة. حول ثمرات حب الله التي يجنيها العبد من هذا الحب، وأيضا كيف يصل إلى هذه المنزلة، تدور هذه الحلقة من فقه الحياة. ويسعدنا أن يكون ضيف هذه الحلقة فضيلة الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. مرحبا بحضرتك يا دكتور. أهلا ومرحبا. مشاهدينا متواصلون معكم في هذه الحلقة بعد الفاصل. مشاهدينا، لكم التحية من جديد، ولضيفي في هذه الحلقة من فقه الحياة فضيلة الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. أجدد لحضرتك التحية دكتور. مرحبا، أهلا أهلا. فضيلة الدكتور، بداية، ما المقصود بكلمة الحب في المعنى وفي الاصطلاح؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل منسوب إلى هذا الجناب الشريف. وبعد، الحب في أصل اللغة جاء من الحبة، وجمعها الحب، بمعنى لباب الشيء، اللباب الذي هو داخل الشيء. فالحبة داخل غلاف في السنبلة، والقلب هو أصل الإنسان وتقوم عليه حياته، فهذا أصل. وأيضا لها مرجع عند أهل اللغة من قطرات المياه الصغيرة جدا، حبات الماء التي تكون فوق سطح الماء إذا ما نزل عليه المطر، تظهر حبات وكأنها تصور حالة الشوق والغليان والاضطراب والقلق التي بداخل قلب المحب. هذا المعنى اللغوي حتى أثر في حياتنا سواء قصدنا أم لم نقصد. يعني الناس حين ترسم شعارا للحب ترسم القلب. نعم. وهذا من أصل دلالته اللغوية، أنه لباب الشيء وأصل الشيء كالحبة داخل غلافها ونحو ذلك. أما في المعنى الاصطلاحي فهو ميل القلب، يعني هذه مشاعر، ميل القلب بلهفة وشوق إلى شيء محبوب، سواء كان شخصا أو كان من الأشياء التي نتعلق بها إلى آخر ذلك. وهذا الميل له أنواع، وهذا الميل له معاني، وهذا الميل له أقسام. هذا هو المقصود بالمعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للحب. نعم. طب فضيلة الدكتور، يعني المفهوم أن يحب العبد الله. نعم. يعني العبد هو الذي يحب ربه، إنما فكرة أن يحب الله العبد، هل هي سابقة على حب العبد لله؟ سيدة النبي للمشرقة إيمانا وخلقا، شكرا، أن يحب الإنسان ربه فهذا شرع وفرض، لأنه صاحب النعيم، صاحب الفضل، المنعم الوهاب، أن يحب العبد ربه، أن يحب الإنسان خالقه، فهذا شرع وفرض. لكن أن يحب الخالق الغني المنعم الوهاب الفقير عبده الفقير الضعيف الفاني، فهذا شرف وقدر ما بعده قدر. ولذلك جاءت في الآية التي صدرت بها الحلقة: يحبهم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قدم يحبهم، قدم محبة الله على محبة العبد، وفي هذا دلالة واضحة جدا على أن حب العبد لا يكون إلا بإنعام وتفضل وتوفيق وإعانة من الله عز وجل. نعم.
وأن فيها اصطفاء، يعني من نال هذه الدرجة ففيها اصطفاء من الله سبحانه وتعالى. طب من المستحق لهذا الاصطفاء؟ المستحق لهذا الاصطفاء كل من سعى لمرضاة الله عز وجل بوجه ما، سعى بقلبه بمشاعره، سعى بعقله وتفكيره، سعى بجوارحه، فتعبد لله، ذكر ربه، ما من شك أن هذا هو العبد المستحق لهذه الدرجة، وآيات القرآن تؤكد ذلك. يعني لو نظرنا أي إنسان يكتب يحب في آيات القرآن الكريم، يأتي إن الله يحب من؟ يحب المحسنين، يحب المتقين، الله سبحانه وتعالى يحب الصادقين، الله سبحانه وتعالى صابرين، يحب الصابرين، الله سبحانه وتعالى يحب المقسطين إلى آخر. وهناك إن الله لا يحب، والله لا يحب، الله لا يحب المعتدين، كل ألوان المعاصي، لا يحب الظالمين، لا يحب الفساد، لا يحب المفسدين إلى آخر ذلك. فكل من انتهى عن الصفات المذمومة التي لا يحبها ربنا فهذه خطوة في طريق الفوز بمحبة الله عز وجل. وإذا ما تحلى بالصفات المحمودة التي يحبها الله أحبه الله. نعم. لكن هنا هدية لك ولي ولكل المشاهدين. هناك حديث ورد في صحيح السنة يبين لنا السبيل للفوز بمحبة الله. هذا الحديث شديد الخطورة في هذا الباب، شديد الأهمية. يقول فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة: من عادني وليا فقد آذنته بالحرب. يعني أولياء الله عز وجل الذين تولاهم بالرعاية وأصحاب هذه المنزلة أصبحوا في كلاءة الله، في حفظ الله، في حمى الرحمن. فليحذر أي إنسان أن يعتدي عليه، لأن الذي يتولى الرد عنهم هو الله سبحانه وتعالى. من عاد لي وليا آذنته بالحرب، آذنته أي أعلمته بالحرب، يعني أنا أحذره. ولا يزال عبدي يتقرب إلي وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يبقى أول باب يجعل المؤمن الصادق يفوز بمحبة الله أداء الفرائض. أداء الفرائض في الصلاة، في الحج، في الزكاة، في كل شيء افترضه الله عز وجل، لها الأولوية الأولى، لها المقدمة الأولى. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. هنا الزيادة بقى في هذا الباب. بعد أن صنع النوافل، بعد أن صنع الفرض، يأتي إلى النوافل في كل شيء. الزكاة نافلتها الصدقة، الصلاة لها نوافل من سنن الصلاة، الذكر بابه مفتوح، الفرض لا إله إلا الله بعد ذلك باب الذكر واسع ومفتوح، الصيام شهر رمضان بعد ذلك هنالك نوافل مفتوحة وكثيرة، الحج فرض والعمرة تطوع نافلة. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. كل مؤمن صادق يضع حتى أحبه دي أمامه، هكذا يكتبها يضعها أمامه. هذا هو السبيل، هذا هو الطريق، حتى أحبه. فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. هذا يعني قمة الإعانة، قمة التوفيق،
قمة التأييد الرباني، العون الإلهي الرباني، فهو موفق في سمعه وبصره، في حركاته وسكناته. وهذا موافق لأسوتنا، الأسوة الحسنة لنا في سيدنا رسول الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أن أول المسلمين. فمن هنا الحديث ينطبق مع هذا، أنه تصبح الحركات والسكنات لله. إزاي؟ يعني أنا حين أنام، أنام لأتقوى بهذا النوم على طاعة الله. حين آكل وأشرب حتى يتقوى هذا الجسد. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، سواء القوة الجسدية لأتمكن من الطاعات وعمل الصالحات، أو قوة الإيمان، أو قوة الفكر، إلى كل أنواع القوة التي أمرنا الله بها. ومن هنا تصبح كل الأعمال حتى السكنات، إني أرتاح يصبح لله، يساب عليه. نعم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربي العالمين. هذا هو المعنى. ويقول الله عز وجل: وما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي في قبض روح عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. يعني انظري إلى رعاية الله لعبده المؤمن، خاطر الإنسان المؤمن. المؤمن غالي عند ربنا، المؤمن عزيز عند ربنا، المؤمن له القيمة العالية عند ربنا. ولذلك يقول: وما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي في قبض روح عبدي المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته. إذن الطريق حتى أحبه وأحب إلي، والتقرب إلى الله أولا بالفرائض، نعم، ثانيا بالزيادة من النوافل. وكلما زاد الإنسان من النوافل كلما زاد في درجة الحب من الله سبحانه وتعالى. نعم. إذن الطريق لتحصيل محبة الله، للفوز بمحبة الله، طريق واضح يسعى إليه المؤمنون الصادقون الذين ينبغي أن يجتهدوا في تحصيل محبة الله، لأنها منزلة كريمة عند الله. وإذا أحب الله عبدا تولاه. يعني عايز أقول إحنا هنتكلم عن ثمرات هذا فضيلة الدكتور، ولكن اسمح لي، الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والاتباع التام للنبي صلى الله عليه وسلم، هل هو سبب لتحقيق هذه المحبة؟ ما من شك أن أسوتنا وأن قدوتنا في كل الصالحات، في كل ما أمر الله عز وجل به، في نيل المنازل العالية والدرجات الرفيعة، إنما هو سيدنا رسول الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فأسوتنا الحسنة في كل هذا هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، في صلاتنا، في حجنا، في زكاتنا، في ذكرنا لله سبحانه وتعالى، في المعاملات التي بيننا وبين الخلق، في الصبر على فتن الحياة وغدرات الزمان. فكل ذلك أسوتنا في ساداتنا الأنبياء وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. ولو تسمح لي أقول نموذج تطبيقي في ذلك. نبينا الهادي يعلمنا من ذلك أنه أتي برجل، والحديث في الصحيح أعلى درجات الصحة، أتي برجل كانت فتنته أنه لا يستطيع أن ينقطع عن شرب الخمر، فكان يشربها ويؤتى به فيقام عليه الحد، ثم يعود ثم يرجع. فأتي به النبي صلى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة متلبسا بالشرب. سيدنا عمر يجلس في المجلس وجاءوا به، فقال سيدنا عمر: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به، يعني لا يأخذ له آخر، لا ينقطع، يعني جيء به مرة متكرر، يعني ألم يتعظ، ألم ينتهي، لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي
صلى الله عليه وسلم. قال نبينا الهادي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، لا تلعنه يا عمر. ليه؟ شرب خمرة كبيرة. قال: فإنه يحب الله ورسوله. طب دي نقطة مهمة جدا فضيلة الدكتور. نعم. يعني هل العبد العاصي يمكن أن يحب يمكن. الله؟ يمكن يكون على حب وغلبته نفسه في شيء، والله سبحانه وتعالى عليم بالناس وأحوالهم. لذلك ممكن. طب وده نستفيد منه في مجتمعنا المعاصر في إيه؟ من البلوى التي حلت بمجتمعنا من الهجوم والحرب التي تمارس ضد شبابنا، ما يمكن أن نسميه حرب المخدرات. نعم. ووقع شباب كثير في هذه المسألة. دور المجتمع هنا دور مهم في علاج هذه الظاهرة. حين يقوم الأطباء بواجبهم نحو هذا المبتلى بمسألة الإدمان ويسحبون المخدر ويأخذونه في بيئة كي يصحح هذا السلوك، ثم يأتي إلى المواجهة في المجتمع، النظرة السلبية من الناس قد تجعل هذا الشاب الذي تعافى طبيا من الإدمان يعود إلى الإدمان، ينتكس ويعود. لذلك نقول له: انظر إلى الخير الذي فيه والذي كان فيه، هو بداخله خير كثير، لكن كان المخدر وكان الإدمان كان وحشا كاثرا أكبر من قدرته. فهو يحب الخير ويحب الله ويحب الرسول ويحب أن يكون مثل الصالحين، لكن جاء شيء أكبر من قدراته فتعافى. فينبغي أن يحينه المجتمع. ولذلك استكمال لهذا الحديث، في بعض الروايات أن النبي قال لسيدنا عمر: لا تلعنه يا عمر فإنه يحب الله ورسوله. ثم ماذا قال له؟ لعل الله أن ينفعك به يوما ما. الذي شرب هذا كان فارسا، كان ماهرا، كان ذكيا، كانت له قدرات في الفروسية عظيمة جدا، وجاءوا في معركة ولم يكن ليقتحم الحصن إلا هذا. قال سيدنا عمر: هذا هو الفارس الذي يمكن أن يقوم بهذه المهمة الفدائية. فأتوا به وقام بها، فتذكر حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. طب ده يأخذنا فضيلة الدكتور إلى التساؤل عن التسامح مع العصاة. يعني فكرة التسامح مع يعني مثلا شارب الخمر في هذه الحالة، هناك من يجاهر بارتكاب المعصية، هل نتسامح معه لأنه ربما يكون في قلبه قدرا من الخير؟ هو يعني أنا بقبل المعصية حتى أعالجها، لكن لا أتقبل. يعني أنا أتقبل المعايشة مع المعصية لعلاجها. بمعنى أن العاصي حين أكرمه وحين أحسن إليه سيتقبل التوجيه مني، حين يحس بالتعاطف معه وأنني أريد إنقاذه فإنه سيحاول أن يتبع كلامي. ومن هنا فإن التعامل، فن التعامل مع هؤلاء العصاة في مستويات مختلفة. العاصي إذا بلغ أمره إلى القضاء فالعدل هو هنا المسألة. نعم. لكن فيما بين الناس بعضهم وبعض، التحمل وتحويل المعصية إلى بداية طاعة. اسمحي لي أذكر لك شيء. اتفضل. هذا الفقه كان عند أجدادنا وأبائنا تعلموه بالممارسة، وإن لم يكن بالورقة والكتاب والتعليم، بالممارسة بمعايشة أهل الله والشيوخ. رجل كنت أعرفه وأنا كنت صغيا في هذا الوقت، وفي ليل الشتاء كان يمر في حديقته وبها بعض الفواكه ونحو ذلك، لأنه هم عندهم فنية في كيف يعرفون أن هذه الشجرة ثمارها قد نقصت الليل وهو لم يأخذ منها شيئا. إذن غص يأتي. نعم. فجاء في الليل وجلس يتربص وينظر ويراقب حتى أمسك باللص. واللص ليس غريبا،
هو من البلدة ويعرفه، أما أمسك به وجده قد جمع شيئا في يعني في إناء واسع هكذا، فقال له: أنا أعتذر لك والله واتركني واستر علي. قال: نعم، وأعطيك الذي أخذته، يعني الذي جمع وأخذه خذه، لكن إذا احتجت شيئا مرة أخرى تعالى واطرق الباب واطلب، وأنا لن أتأخر عليك، خذه حلالا ولا تأخذه حراما. هذا الموقف كان سببا عظيما في توبة هذا اللص السارق. إذن يعني من السهل جدا إدانة الناس، من السهل جدا أن ألجأ إلى العقاب، لكن من الذكاء والإيمان والخلق والهدي النبوي هو أن تحول هذا المخطئ إلى إنسان صالح. هذه مسألة في غاية الأهمية. يعني أنا لو أضرب مثلا في ذلك، حين أجد إنسانا في الغرق هو أخطأ، لا يجيد العوم ونزل هذه المسألة، أو أنه نزل في مكان به حشائش أو ما إلى فلم يستطع العوم، هل وهو يصيبه الغرق يحتاج مني التأنيب إلى التأنيب والإدانة؟ ما الذي جعلك تفعل هذا؟ هذه منطقة أنت، ويحتاج أولا إلى إنقاذه. طبعا إلى إنقاذه. فنريد في المجتمع، ومجتمعنا يقع تحت تأثير حرب فكرية، ينبغي أن يحتوي بعضنا بعضا، وأن نحاول تحويل الخطأ إلى صواب. شددوا، قاربوا. الإدانة شيء سهل، العقاب شيء سهل، له موضعه عند الشرطي، عند أجهزة القضاء نحو ذلك، لكن فيما بيننا لنا جهد طيب نتأسى فيه بسيدنا رسول الله والصالحين والأولياء في تقبل المعصية لتتحول إلى طاعة. نعم. طب فضيلة الدكتور، الله سبحانه وتعالى كما ذكرت حضرتك نماذج لمن يحبهم الله سبحانه وتعالى. نعم. منهم المقسطون والمحسنون. من هم المقسطون ومن هم المحسن؟ المقسط الحريص على العدل. 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 والمحسن هو الإحسان في كل شيء، هذا مطلب قرآني. وأحسنه، أحسنوا في كل شيء. وأحسنوا في ماذا؟ لم يذكر القرآن. وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. وأحسنوا في ماذا؟ حذف المفعول به لتفيد الشمول والعموم، وتشمل كل قول وكل فعل وكل نية وكل خاطر. الإحسان، ولذلك الإحسان ليس فقط في ذكر الله أو في الأخلاق، ولكن أيضا في الإنتاج، ولكن أيضا في العلم. معايير الجودة هي من الإحسان، فأعلى مراتب معايير الجودة في الإنتاج إنما هي من الإحسان. يعني هذه الأيدي المتواضعة ينبغي أن تنتج أفضل منتج بأرخص سعر. وأحسن هذه قيمة علمية على الخريطة العلمية العالمية في الكوكب الأرضي للمؤمن الصادق. وأحسن هذه إنما إحسان في التدريب ليرقى بالمهارة. إذن الإحسان هذا باب واسع في أبواب الدين والدنيا. نعم. لأن أوامر القرآن من العمل الصالح، من الإحسان، من التقوى، لا تشمل أمر الدين فقط، ولكن تشمل أمر الدين والدنيا. نعم. المقصد هو العدل، هو العادل، والإحسان هو الذي يتقن عمله بما في وسع طاقته. نعم. من التجويد والإحسان وتمام الكمال. طب نعود بقى من جديد إلى الحديث عن ثمرات حب الله للعبد. نعم. ماذا يجني العبد من محبة الله له؟ ما من شك، إذا أحب الله عبدا تولاه، تولاه في كل شأنه. أذكر شيء من أن الله يتولى عبده إذا أحبه. من عناية الله للمحبين أن ينصره بالحب. كيف؟ الحب نصر عظيمة. سيدنا موسى وأمه
لما حدث ما حدث وأوحى الله إلى أم موسى يعني أن ألقيه في اليم. فرعون هو الذي أصدر أمر القتل ضد الأطفال، لكن ربنا يقول حينما صارت وتقف عاقف هذا الصندوق وهذه الخشبة دون بيوت الناس جميعا على باب بيت فرعون. نعم. انظري ماذا يقول، ماذا يقول الله عز وجل: وألقيت عليك محبتي، محبة مني. فأصبح هو يريده ويصطفيه وامرأته تحبه وتتعلق به، هذه نصرة. سيدنا يوسف عليه السلام في بيت العزيز ومع الملك وعند القافلة حينما أخذوه من الجبن، هذه نصرة. إذن ربنا سبحانه وتعالى بالنسبة للإنسان إذا أحبه تولاه الله عز وجل في شأنه كله، فجعله موفقا محفوظا، فجعله في معية رضوان الله، فجعله في حمى الرحمن سبحانه. ولذلك يمكن بالأسباب الظاهرة قد يرى الإنسان في شيء ما أنه خاسر بحكم المادة، نعم، والله سبحانه وتعالى يظهر بأنه بقضاء الله وقدره هو الرابح في هذا. الله يحمي عبده، الله يحفظ عبده. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: ثلاث من كن فيه وجد حلاوته الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف به في النار. إذن محبة الله يعني يجد الإنسان فيها طمأنينة، يجد فيها السكينة، يجد فيها حلاوة الإيمان. ونحن نبحث عن ماذا؟ عن راحة البال؟ نبحث عن ماذا؟ عن الطمأنينة والسكينة. يعني أدوية القلق والاكتئاب والاضطراب النفسي ونحو ذلك كثيرة جدا في هذا الزمن، في هذا العصر، ليس في بيئتنا فقط بل في العالم كله. ما الذي يجعلنا نستشعر الطمأنينة إن لم نتشبث ونتعلق ونلوذ بالله العلي سبحانه وتعالى أن حسبنا الله ونعم الوكيل، كل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ومن هنا إذا استقر حب الله في قلب المؤمن وأيقن أن الله يتولاه، فإنه يعيش في كنف الله وفي حلاوة الإيمان، ويحدث له الرضا. نعم. يحدث له الرضا بالقليل ويبارك الله له فيه. يحدث له الرضا إذا ما أصيب بمرض بأن له ثواب، فلا يتضجر ولا يصيبه شيء من هذا. إن أمر المؤمن كله خير، كله خير. نعم. طب فضيلة الدكتور، العلامات التي يستشعر بها العبد أن الله سبحانه وتعالى اختصه بالمحبة؟ التوفيق من الله سبحانه وتعالى، الإقبال على الله سبحانه وتعالى. يعني هو من الذي يطمئن قلبه بذكر الله؟ أهل الدنيا لا تطمئن قلوبهم بذكر الله، تطمئن قلوبهم بالمال. يعني لو أنا عندي فلوس كفاية يبقى ما عنديش قلق، بس الكثير من الأغنياء يشعرون أيضا بالقلق وهم لديهم الكثير من الناس. يعني المال قد يكون سبب طمأنينة، نعم، عند كثير من الناس، لكن من الذي يطمئن قلبه بذكر الله؟ المؤمن الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن ليه؟ لأن هو الذي أنزل السكينة في قلوب من؟ في قلوب المؤمنين. ولذلك المؤمن الصادق فإنه يرى ويستشعر فضل الله سبحانه وتعالى، وأنه يعيش في كنف الله فلا يصيبه شيء، وما يحدث كل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. نعم. لا يقع في كون الله إلا ما يريد، هكذا هو ثابت ومطمئن. حتى وإن تعرض للمصاعب تعرض جميعا، لكن فرق بين الجزع وفرق بين حالات الطمأنينة.
وهكذا. فرق بين الاضطراب، هناك أناس مشكلتهم في الحياة في أنه يغير هذا أو نفقت هذا وتبهدد أموال طائلة جدا أمام هذه الرغبات وهذه الندوات، في حين أن فتاة المائدة غيرهم يصنع به أشياء عظيمة، ويصنع به طاعة، ويصنع به موعظة، ويصنع بهم كذا. ما من شك أن طريق الله عز وجل والحصول على محبة الله بالطاعة له ثمرات من الرضا، له ثمرات من السكينة، له ثمرات من التأييد من الله سبحانه وتعالى يستشعرها المؤمن في مواقف عديدة الله عز وجل ينصره فيها، يؤيده فيها، يعني يواليه بإنعامه وإفضاله فيستره فيها إلى آخر ذلك. طب هل هناك علاقة بين محبة الله سبحانه وتعالى العبد من العباد ومحبة الناس لهذا الشخص؟ في حديث في هذا أن الأصل إذا أحببت أن يحبك الناس أو تصلح العلاقة بينك وبين الناس فأصلح ما بينك وبين الله، فإن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء، يا جبريل نادي في السماء إن الله يحب عبده فلانا فأحبه، فيلقى له القبول عند أهل السماء ومنهم إلى أهل الأرض فيكون محبوبا عندهم. هذه منة من الله سبحانه وتعالى تكون محبة، إنما هي ناتجة عن الأصل وهو محبة الله عز وجل. نعم. طب فضيلة الدكتور، ده يأخذنا إلى أن بعض العصاة لهم الكثير من المحبين، يعني ممكن يكون شخص عاصي ومشهور ويقبل عليه حب دنيا، حب مصلحة، يعني حب مزيف، بمعنى يحبه لأجل المال، فإذا انتفى عنه المال ذهب، ويحب مصلحة. ولذلك يقولون إن كان معك مال فسيظهر لك أقرباء وأصحاب كثيرون من أجل المصلحة، إن كنت صاحب يعني منصب أو سلطة فسيظهر لك أقارب ويظهر لك منتفعون كثيرون بمجرد أن تنفض عن هذه السلطة وتنفض عن هذا المال وهذا الغنى وهذا العطاء، سينفض عنك هؤلاء. لكن نحن نتكلم عن الحب الصادق الذي يظهر في أناس أنت لا تعرفهم ويقول والله إني أحبك في الله، نعم، على غير منفعة، على خير شيء بيننا من أمور الدنيا. هؤلاء مبشرون أنهم على منابر من نور في يوم القيامة، لم تكن العلاقة بينهم على منفعة دنيوية، لم تكن العلاقة بينهم على مصلحة دنيوية، لا، هذه العلاقات إنما هي علاقات مسببة مزيفة عمرها قصير مرتبط بمدى النفع إلى آخره. ويمكن هنا يعني الحب فيه مسألة مهمة لو تسمح لي أبينها، وهي لما اتكلموا عن درجات الحب وإن الحب منازل ودرجات وهوى وعشق وصبابة وإلى آخر ذلك وخلة وصبوة إلى آخره، الأصل في كل ذلك أن الإسلام لا يصادر العواطف ولا يمنع المشاعر، ولكن الإسلام يهذبها حتى لا تضر صاحبها، حتى لا تضر صاحبها. نعم. إزاي الكلام ده؟ قال إن الحب جزئين، في حب مشاعر في القلب وميل القلب دون ما سبب، خلاص هو شاف الشيء ده حبه أو شاف الإنسان ده أو الإنسانة دي فوقع الحب فيه. هذا الحب وهذه المشاعر التي وقعت دون ما سبب وبدون تعليل وبدون ليه، إن لم تحاط بأدب الإيمان تضر صاحبها ويتحول من السماحة والعطاء إلى معاني سيئة من الأنانية والقتل والعدوان ونحو ذلك. نعم. هذه مسألة مهمة. هناك نوع آخر من الحب وهو الحب المتولد عن الأسباب،
الإنسان يحب من أكرمه. نعم. الإنسان يحب من أحسن إليه. ولذلك هذا يعالج مسألة عندنا في محيط الأسرة. في المجتمعات غير الإيمانية تأتي هذه البنت مع الرجل الذي تزوجته أو الشاب بعد سنة سنتين ثلاثة تقول أنا لا أحبه، كل واحد يذهب إلى حاله، تريد أن تنفصل وأن تتطلق وتشرد أولاد وتضيع أمور بسبب أن مشاعر الحب المشاعر انتهت. الإسلام وضع شيئا يديم الأسرة غير هذه المشاعر، وجعل بينكم مودة ورحمة، فجعل نوع الحب المتولد عن أسباب العشرة الطيبة وحسن المعاملة، لأن المشاعر متغيرة من شأنها، ليست هناك مشاعر دائمة على نفس المستوى، قد تزيد لأسباب، قد تنخفض، قد تذهب، وقد يكون من رحمة الله سبحانه وتعالى أن تخف شدة مشاعر الحب عند الزوج وزوجة حتى يفرغوا لتربية الأولاد وأعمالهم ونحو ذلك وما إلى ذلك. لكن الإسلام جعل معيار بقاء الأسرة وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة نوع من الحب المتولد بحسن العشرة وحسن المعاملة، وهذا من حكيم حكمة الخالق في بقاء الأسرة ومواجهة الأسرة لكل تغيرات المشاعر والأحوال وما يتعرض له الناس في هذا الأمر. ولذلك الحب العقلي المتولد عن الأسباب نريد أن تكون له تنمية في المجتمع في الناس. الحب العقلي المتولد عن حسن المعاشرة وحسن المعاملة وكريم الكلام وحسن اللقاء ونحو ذلك، فهذا يزكيه الإنسان. الحب الثاني وهو المشاعر، فهذا يحتاج إلى ضبط عن طريق هدي سيدنا رسول الله، طريق هدي القرآن الكريم، حتى لأن الإسلام كما قلنا لا يصادر العواطف ولا يمنع المشاعر ولكن يهذبها حتى لا تضر بصاحبها. نعم. طب فضيلة الدكتور، هل هناك مراتب لحب الله سبحانه وتعالى للعباد؟ يعني هل هناك درجات للعباد في هذه المحبة؟ نعم. الدرجات الإيمانية، المنازل الإيمانية في القرآن هي تعبير صادق عن منازل حب الله للمؤمنين. فمثلا حين يحدثنا القرآن عن السابقين، فهذه منزلة في حب الله لهم بما قدموا من أعمال طيبة وطاعات تعلو وترقى فوق منزلة حب أصحاب اليمين. هذه منازل. فإذا ما جئنا إلى المتقين والمحسنين فنجد أن الإحسان منزلة عالية، أولياء الله لهم منزلة عالية، وهكذا. وما الترتيب؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين بعد النبيين على طول، والشهداء بعدهم، والصالحين بعدهم، وحسن أولئك رفيق. هذه كلها منازل إيمانية، كلها محمودة، لكنها متفاوتة في الدرجات. وعلى الناس وعلى المؤمن الصادق أن يجتهد أن يكون من أهل هذه المنازل. كيف؟ القرآن حين يذكر منزلة يذكر أعمالهم. مثلا حين يحدثنا عن عباد الرحمن، وعباد الرحمن ما شأنهم؟ الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، إلى آخر ما ذكرت الآيات من أوصاف لهم. لماذا؟ حتى إذا ما أحب إنسان أن يكون في هذه المنزلة ومع أهل هذه المنزلة فليعمل بعمل أهلها، وليجتهد أن يعمل بعمل أهلها. يعني الطريق واضح في الإسلام لنيل هذه المنازل الإيمانية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. وأي معرض عن الله هو الخاسر. طبعا.
وهذا هو معنى الآية التي بدأت بها الحلقة: يحبهم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أن يصطفيهم. نعم. ليكونوا أسوة صالحة، ليكونوا أسوة حسنة في تاريخ الإيمان وبين الناس في المجتمعات. نعم. الحب ممكن يصلح أشياء كثيرة. يعني إذا جاء الحب جاء التسامح، ومن هنا لن نجد أقسام الشرطة والمحاكم مليئة بهذه القضايا وهذه الأمور التي ربما بعضها يكون عن عناد، بعضها يكون عن كبر، بعضها أن يكون عن رؤية نفس ومنزلة ذات، فيمكن أن يعالج الحب هذه المسائل. ذلك شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول: وألف بين قلوبه. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ولذلك العلاقة جدلية بين حب الله وبين الإيمان الصادق. ما معنى علاقة جدلية؟ يعني كلاهما يؤسف الآخر. نعم. إذا زاد هذا يزيد ذاك، كلاهما يدعم الآخر. ولذلك أفضل ما يكون الإنسان حريصا عليه الصحبة الصالحة. الصحبة الصالحة أخذت معايير جديدة في مجتمعنا الآن في إطار مواقع التواصل الاجتماعي والعالم الافتراضي ونحو ذلك. نعم. فلم يعد الصاحب هو الصاحب لك في الجوار الجسدي، بل الصاحب لك في هذا الفراغ الفضائي وفي هذه المواقع ونحو ذلك، والزيف فيها كثير. نعم. فالصحبة الصالحة إنما تدعم الحب في الله. نعم. وما من شك أن منزلة الحب في الله سبحانه وتعالى إنما يمكن أن تحول سوءات كثيرة في المجتمع إلى مزايا. الطالب اللي يحب مدرسه يحصل إيه؟ يتفوق ويجتهد في المادة ويحب مادته. الزوج إذا أحب زوجته والزوجة إذا أحبت زوجها، سواء الحب العقلي المترتب على حسن المعاشرة، سيكون فيه تسامح. نعم. وفيه طولة بال. أيضا أما يحب الوالد أباه والأب ابنه ونحو ذلك، ستختفي دور المسنين، وستختفي كثير من هذه الأمور التي هي عار على مجتمعي. نعم. المؤمنين. نعم. أشكرك دكتور محمد داود الأستاذ بجامعة قناة السويس على هذا اللقاء. شكرا لك. أشكركم أيضا مشاهدين على حسن المتابعة، وحتى لقاء قادم بإذن الله وحلقة جديدة من فقه الحياة. إلى اللقاء.